الكلاود. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يعني نتكلم عن اللي هي هذا المقرر اللي هو رياضيات واحد. هاي عند كل الموقع في حاطط أنا هون رابط لدخول الصف الافتراضي. هذا يعني إذا طالب مثلا من إربد أو منطقة بعيدة أو عنده ظرف ممكن يدخل معانا على الحصة مباشرة. أو واحد مثلا صار عنده ظرف في البيت ويقدر يدخل من البيت ويحضر معانا المحاضرة لايف ويشارك معانا بشكل كامل. هو مش بديل لأي شيء. أوكي. هلأ هون حاطط فيديو كيف تدخل على الصف الافتراضي. هذا كمان راح أعمل شغلة ثانية سبعة اللي أنا قاعد. إنه إحنا إن شاء الله كل يوم أربعاء بعد العصر من الساعة يعني بعد صلاة العصر بلاش نقول أي ساعة بعد صلاة العصر راح يكون في عن طريق الصف الافتراضي رابط لإيش؟ لحصة مكتبية. كيف يعني حصة مكتبية؟ هذه مش ما بشرح فيها درس جديد أو شيء. هاي بيكون عبارة عن واحد مثلا عنده سؤال بده يستفسر عن شغلة زي ساعة مكتبية بس من وين؟ من البيت. ما في داعي تيجي هون. طبعا اللي بده يجي هون هاي جدولي على الغرفة 314 وموجود على الموقع تقدر تشوفوا متى موجود. أنا متوفر في الجامعة وأهلا وسهلا بكم. يوم السبت أنا مش موجود نهائيا. السبت ما بكون موجود. خلال أسبوع بكون موجود. الأربعاء ما بداوم. الأربعاء بعطيكم موعد متى؟ بعد العصر في البيت. هذا بس للأسئلة ما بنشرح فيها شيء جديد. عندكم الخطة الزمنية عارفين وين الامتحانات والكذا. طبعا الامتحان راح يكون في اللي هي المجموعات والمنطق والجبر عشان الناس تكونوا عارفين ايش الموضوعات اللي داخله في الامتحان من سلف. بالنسبه للمقرر كيف بدنا نمشي عليه؟ شايفين هنا مثلا الوحده الاولى المجموعات والمنطق مش كل الماده مرتبه بس ان شاء الله من هنا يعني عبين ما كل ما نوصل على وحده بتلاقونا رتبناها. في عندي موقع لي انا خاص وفي موقع على موقع الجامعه نفسه هو نفس يعني نفس الكلام مكرر يعني قاعد بكرر الكلام انا كويس. في لي موقع خاص فيه اللي هو اسمه مفيد ماث. يعني هي اسهل طريقه تفوتوا علي mufeedmath.com. شايفين كيف كتبته؟ mofeedmath.com. اذا دخلتوا على هذا الموقع بيجيكم هاي القناه زي هيك او هذا يعني هيك الويب سايت تاعي. هسه انتم ما بهمكم توجيهي والمش عارف ايش والخدمات المدفوعه ما لكم علاقه فيها. انتم وين بتروحوا؟ مساقات الجامعه العربيه المفتوحه. هاي جينا على مساقات الجامعه العربيه المفتوحه شوفوا نفس الكلام وين موجود؟ موجود على موقع اداره التعلم. يعني احنا طب ليش عاملوا برا؟ ليش برشدكم عليه برا؟ افرض واحد ترك الكورس وراح مثلا خلص ببطل اسمه بالمقرر صح ولا لا؟ طب بده يرجع للفيديوهات تاعتي برجع من هون فبصير من برا الجامعه بتقدر تشوف الماده مره ثانيه. اوكي هسه ايش اللي هون؟ هي رياضيات واحد شايفينها. اذا ضغطنا عليها وين بتوديك؟ بتوديك على قناه اليوتيوب اللي فيها كل فيديوهات الماده هيات الموجوده. طبعا طلعوا كيف بس تحت على القناه موجود الفيديوهات. انا راح اسوي حركه على الفيديوهات شايفين هذول مكتوبات هيك مش واضحات شو معناهن صح؟ ان شاء الله من هون لاسبوع بكون كل الفيديوهات اللي على القناه مغيره حسب شو محتوى الفيديو. فعشان لما الواحد بده يراجع يعرف ايش الماده يعني مش بشغل الفيديو عشان يعرف شو الموضوع بعرف شو الماده. هسه ممكن ما يكون ان مرتبات كثير يعني على القناه يعني انه ها جاي قبل هذا جاي قبل هذا بس على موقع اداره التعلم بكون مرتبات. على موقع اداره التعلم شو بكونين؟ بكونين مرتبات. فصار عندك انتهاكيات مكانين تدخلي على نفس الفيديوهات. اما انك تدخلي عليهم على اليوتيوب او تدخلي عليهم على موقع اداره التعلم تبعنا. شوف هسه لما تدخلي مثلا على الدرس الاول مفهوم المجموعات او مفهوم المجموعه اللي هو درسنا اليوم كويس شو بيجيك هون؟ في منيو هون شايفين المنيو؟ يعني هذول هن ثلاث فيديوهات على هذا الدرس. بجانب مرتبات كثير واضح الشغل. طبعا ليش بحكي هذا الحكي؟ لا مو عشان تفهموا كيف بدنا نشتغل. تجوني هنا تجوني هنا حاضرين ها
أيوة. من وين إن شاء الله محضرين؟ من الموقع، من الفيديوهات. تيجوا دارسين وشايفين الفيديو، مش شاهد واستمتع. شاهد ودرس، حط ورقتك وقلمك وشو سوي؟ حل، درب. ماشي، الآن تجيني على المحاضرة، ليه جايني طبعا على المحاضرة؟ جايني مش عشان إذا عندك سؤال، أنا بدي أسأل سؤال. هون بدي أشوفكم بتحلوا، وبدي أتابعكم زي طلاب المدارس. هيك راح نمشي الكورس. اللي معتمد إنه أنا بدي أقعد أعيد الشرح من أول، وبعدين هو يروح يتدرب لحاله، راح يصل عند النقطة اللي دائما اللي ما بنحبها، اللي هي إيش؟ إنه ما راح يفهم شيء في المادة. راح يلاقيها صعبة عليه. رياضيات بدها ممارسة. مادتنا سهلة مش صعبة. بدها بس متابعة، دراسة ومثابرة وإعادة أول بأول. اللي بيدرس أول بأول وبيتابع لقيها سهلة جدا. حتى اللي ناس الرياضيات زمان. إحنا شو موضوعاتنا بسيطة يا جماعة، ما في شيء. يعني كلها مفاهيم بسيطة. لا ما موصل لتاسع ولا موصل لثامن. يا دوبك وصين سابع، يا دوبك وصين سابع. فيش شيء، ما بناخذ مفاهيم معقدة حتى لو تركتي 20 سنة، مفاهيم أساسية. إذا شو مطلوب منكم؟ تدرسوا، تتابعوا. عشان إذا واحد مش عاجبه الطريقة هاي بده يجيني هون على المحاضرة، أنا ما راح أقول أشرح من أول كأنه ما أخذت المادة، لا، لأنه أنا بعاملكم زي أولادي. أنا بنتي عندي توجيهي، شفتوا هذيك، شفتوا على موقع، شفتوا توجيهي، هذا عامله لبنتي. فوتي حبيبتي بتدرسي لحالك، تيجي بتسأليني في إشي مش فاهمتي بتسأليني. أنا مش شرحت لك وخلص سجلت لك فيديو، خلص امشي عليه. وأنا اللي بدي أقوله إليك هون في المحاضرة قلته بالفيديو. هذا بعزز تعلم الذاتي، إنه أنت لحالك تدرس، تكون واعي، تمسك ورقتك وقلمك. أنا بالنسبة لي إذا أنت ما كتبت بإيدك وعرفتي وين غلطتك ما رح تتعلمي. لازم ممارسة. هاي الممارسة ما بتتم عن طريق إني باجي على المحاضرة بتفرج عليك وبروح أنام، ما بزبط. طيب روحت على البيت وحاولت تحل وما في حدا يتابع لك، شو بعرفك بتكتب صح ولا غلط؟ الشعب اللي أجت يوم الأحد، مهسب نقول شعبة يوم الأحد كان عندهم محاضرة، أخذوا محاضرة في المنتدى. كلكم بتعرفوا تستخدموا المنتدى ولا ما تعرفوا؟ تعرفوا؟ أكيد. كم واحد فيكم دخل على المنتدى؟ دخلت عليه؟ تعال مادتنا دخلت عليه؟ ممتاز، بس اثنين داخلين عليه، اثنين بس. ممتاز، ما تشوفيهم تمسكيهم تدرسي. بدك تدرسيهم هذولا، يصير تدرسي عليهم. شوفوا طلعوا قد ايش صار في عندنا ما شاء الله ناس رادين. وشو هذا؟ شو باقيين يسووا هذول؟ اي واجب. هذا كل محاضره برمي سؤال. وين بتحلوه؟ حلوه على الورقه، بتصوريه بالموبايل ترفعيه على المنتدى. ايوه مو عشان انا اعرف كيف بدي اعرف انكم بتعرفوا تحلوا تبغوا تحلوا. هاي طلع، هاي مثلا هاي زميله لكم، ها هي تحلت. شو علاقت لها هون؟ تمثيل بأشكال من غير صحيح. بعدين حطيت لها هون إيش؟ حطيت لها إنه الحل الصحيح شو هو؟ يعني بعد ما حلوا كل شيء، أنا شو إيش راح أسوي؟ راح أنا أضيف سؤال، وممكن حدا منكم يضيف سؤال. وأنا بس ما بجاوب على طول، بس استناكم تأنتوا تجاوبوا. هو نقاش، هو اسمه منتدى نقاش. بستناكم انتم تجاوبوا بعدين، بس اشوف الاجابات. هذا بيفيدني للمحاضره الجايه شو بدي اعطي. فهمتوا كيف الفكره؟ وين في مشكله؟ بنشرح. ايوه هيك صح، هيك بنشتغل صح. اذا في عندي واجب اساسي باستمرارها بدون ما نحكي، انه انت تطلع على الماده كما هي منشوره على موقع اداره التعلم، تتبع الفيديوهات تاعتها، تمسك ورقتك وقلمك، تحاول تحل مع الفيديو. أسئلة الكتاب ممتاز إنك أنت إيش تختبر حالك فيها، تشوف تدريبات عشان تتدرب على الحل. شو بنيجي بنسوي في المحاضرة؟ نيجي نتدرب على حل مسائل.
وغالبا المسائل اللي بحلها معاكم واللي موجوده بالفيديوهات هي نفسها اللي بتيجي في الامتحان. ولعلمكم بس مره، وهي سويتها مره واحده طبعا سويتها وبعدين ما كررتها، حطيت امتحان النصفي نفسه باسئلته بارقامه حطيته على الموقع قبل باسبوع. كم طالب دخل وشافه؟ واحد. طالب واحد اخذت علامه كامله، اخذت علامه كامله البنت، قال والله ما درست الا على الفيديو هذا. نفس الاسئله، وحاطط نماذج امتحانات سابقه، حاطط نماذج امتحانات نهائيه، امتحانات نصفيه، حتى ايش يعني الكلمه الزبده تاعت كلامي شو هو؟ ادرس ذاتيا وتعال اسالني عندك المنتدى، وعندي يوم الاربعاء بعد العصر عامل فتره مفتوحه على الاونلاين، واللي ما بيعرف يدخل على الاونلاين هي بس يعمل رابط دخول الصف الافتراضي اللي تحت، تلاقوا تحته رابط يوم الاربعاء كليك عليه فوت، بس خلصت القصه. ما بيعرف يشوف الفيديو كيف بيشرح كيف انا بفوتك على الصف الافتراضي، شغله بسيطه يعني. الان نيجي على موضوعنا، شو موضوعنا اليوم؟ المجموعات. شو بقول هون السؤال؟ بقول اكتب المجموعات التاليه باستخدام طريقة القائمة وطريقة الصفة المميزة. يلا بدي حدا يجاوبني على السؤال الأول. بدي إياكم أول شيء تفتحوا دفاتركم وتجاوبوا أنتوا عليه قبل ما نجاوب. يلا عاد أفترك وجاوبيني على هذا السؤال. هاي الورقة منين جايبها أنا؟ هاي الورقة من وين؟ من الموقع، موجودة على الموقع، يعني ورقة عمل موجودة على الموقع. ألين يلا اللي ما وقع اللي ما حط اسمه حضور يلا مين بيعرف يحل السؤال أول شيء؟ خلني أسأل هيك إيش جاوبتي؟ علي صوتك، علي صوتك. مجموعة الأعداد الزوجية التي تقل عن 15. حلو. الصفر يعتبر زوجي، الصفر نعتبره زوجي، نعم. الصفر يعتبر زوجي، اذا انا لحابدا من عند الصفر. صفر 2 4 6 8 10 12 14. ليش وقفت عند 14؟ لاحظتوا ايش كتبت انا؟ عملت قوس مموج مزبوط، وكتبت شو؟ الاعداد الزوجية اللي بتحقق الشرط اللي انا بدي اياه. شو الشرط اللي بدي اياه؟ شايفين هاي الطريقه لما كتبت 0 2 4 فين فواصل، هاي بسموها طريقه السرد. شو اسمها هاي الطريقه؟ والطريقه هاي اللي هيك اسمها طريقه الصفه المميزه. الصفه المميزه يعني اني اذكر شو العلاقه بين هاي الاعداد او بين هاي العناصر. شو العلاقه بينها؟ ان كلها اعداد زوجيه اقل من 15. شوفوا الاختراع العظيمة، صعب. طيب بدي تحلوا لي جيم بالأول. مجموعة الحروف المكونة، طبعا احنا دائما في الرياضيات لما بنكتب المجموعة شو لازم نعمل بالأول؟ لازم نكتب اسم للمجموعة. معلش يعني هسه بدنا نزيد الحكي شوي، يعني لازم اقول مثلا مجموعة سين تساوي مجموعة هيك أو صاد أو ألف. أسد تفضل. ميم حاء ألف. لحظة حبة حبة. ميم فاصلة، لازم نحط فاصلة. إذا ما حطيت فاصلة بنعتبر اثنين كأنهم واحد، كأنهم عنصر. أيوة تفضل. ميم حاء دال ألف نون. ألف نون. ليش؟ ما ميم موجودة مرتين والدال موجودة مرتين. ميم موجودة ثلاث مرات حتى، والحاء مرتين والدال مرتين. إذن قاعدة مهمة، لا يجوز تكرار العنصر في المجموعة. رقم اثنين، الترتيب غير مهم. يعني لو واحد بدأ بالنون مثلا وبعدين ميم بعدين حاء بعدين ألف، عادي مش مشكلة الترتيب، مش مشكلة الترتيب. طيب أنا بدي أكتب سؤال قبل هذا التربيعي،
بدي اكتب مجموعة حل المعادلة 2 س ناقص 5 يساوي 7. بدي اول تحلوا لي هاي، سموها صاد مثلا، تساوي مجموعة، تعرف تحلوا معادلات؟ متذكرين حل المعادلات؟ نتذكر هسه مشان مع بعض نتذكر. اول شيء انا بديش ابدا بالصعبه، هاي س تربيع ناقص 2 س ناقص 24، اي اصعب شوي، هاي لها فيديو لحالها كيف تحل معادله تربيعيه، هاي مع وحده الجبر ترى هاي جاي. هسه خلينا نحل معادله خطيه 2 س ناقص 5 يساوي 7. خلينا نتعلم الطريقه كيف نحل بطريقه عامه. تفضلي. لحظه شوي، لحظه خلينا نتفاهم احنا وياك، خلينا نكتب وش نكتب المعادلة. شو هي؟ 2 س ناقص 5 يساوي 7. ركزوا، اللي ناسي يتذكر معي هون يعمل ريفرشينج. الهدف نخلي السينات الطرف. سين بتعرف يعني؟ زي مجهول. احكي لك اياها بلغه عربيه، ها شو معناها؟ معناها اعطيني عدد لما اضربه باثنين واشيل منه 5 اطرح منه 5 بيطلع 7. اعطيني عدد لما تضربين باثنين، يعني 2 س 2 ضرب عدد، يعني قيمه منه 5 شو بيطلع الجواب؟ مين هو هذا العدد؟ هيك السؤال، هيك السؤال. فبدنا نمشي بطريقه رياضيه لها نمط. زميلتكم بتحكي بنخلي السين بطرف، كيف؟ هلا ننقل، سيبيلي من ننقل هاي، ما حد يجيب لي سيره النقل. بنجمع 5 للطرفين زائد 5 للطرفين. اسمعوا المصطلح اللي بدي احكيه، الخمسة زائد خمسة هاي بنسميها النظير الجمعي لسالب 5، وبنطلع على المعادلة كأنها إيش؟ ميزان له كفتين. الكفتين مالهن؟ متساويات متراجحات. إذا شلت إشي من اليمين لازم السين نفس الإشي من وين؟ جمعت بتجمع، طرحت بتطرح، ضربت بتضرب، قسمت بتقسم. يعني اللي بتعمله على اليمين، يمين إيش؟ المساوي. يمين اليساوي، يعني انا الميزان اليساوي، علامة الميزان النص اليساوي. اذا انا لما اقول يمين، يمين اليساوي، يسار، يسار اليساوي. اسمها معادلة لانه فيها يساوي. واضحة هاي ولا؟ يلا شو بصير معانا؟ كملي. ما بتروح، اسمها بصير صفر. سالب 5 زائد 5 اسمها صفر. اذا 2 س صفت هاي يساوي 7 زائد 5، خلص انت بكف. الله يعطيك العافيه. حدا غيرها ايش تسوي؟ طيب هي بتقسم على ايش؟ اللي هي معامل س. اسمع الى المصطلح، معامل يعني العدد اللي جنب س، اللي على يمين س اسمه معامل س. هاي خششنا الجبر مع الاعداد، لانه هيك هي الرياضيات اصلا. طيب انا بدي احكي كلمه ثانيه، صح كلامك طبعا 100% صح. انا بدي اقول بدي اضرب الطرفين في النظير الضربي لاثنين. شو النظير الضربي؟ طلعوا كلمه نظير ضربي، هاي كان 2 على 1 وهي كان 12 على 1، هيك انا بطلع عليها. شو النظير الضربي لاثنين؟ مقلوبها. النظير الجمعي معكوسها. النظير الجمعي يعني اكس الاشاره. النظير الضربي اقلب البسط مقام المقام بسط. هي نفسها قسم، يعني انا بدل ما اقول قسم على اثنين اقول اضرب في نص، اثنتين زي بعض. اذا هون ضرب نص وهون ضرب نص. لما نختصر بتصفي س لحالها، هذا الهدف اللي انا كنت بسعى له اصلا. اختصري هاي مع هاي بيطلع 6، اذا الجواب شو بيطلع؟ هذا الاجراء يا جماعه اللي عملناه هون اسمه طريقه حل المعادله. هذا اللي بتساعدني على الإجابة على سؤالي أو عن سؤالي اللي أنا طرحته. أنا بدي مجموعة الحل، مجموعة، حطيت لفظة مجموعة. إذا بقول مجموعة 6 لازم أحطها بين قوسين وموجين وأحط عنصر جوات. صعب هذا الحكي. تمرين على السريع، بدي يأخذ منكم بالضبط دقيقة، بس أقل من دقيقة. أعطوني مجموعة حل المعادلة الآتية. طلع شفوي بيحكي السؤال مش راح نكتبه.
بدي تكتبوا لي مجموعة حل المعادلة الآتية شرط أن يكون عدد طبيعي. شرط إنه الحل شو يكون؟ عدد طبيعي. شو المعادلة؟ المعادلة 3 ناقص 4 سين يساوي 9. بدي تكتبوا لي مجموعة حل هذه المعادلة شرط إنه الحل لازم يكون عدد إيش؟ طبيعي. طب شو هن الأعداد الطبيعية؟ الصفر لا، شوف الصفر ما بنحطه مع الأعداد الطبيعية. إحنا هنا كتابنا شغال إنه الصفر ليس عدد طبيعي، في بعض الكتب بيعتبروا الصفر عدد طبيعي. يعني في لا لا لا، أنت ما لهش دخل بالموضوع. هذا اصطلاحي أختي، هذا اصطلاحي. الأعداد الموجبة الصحيحة الموجبة 1 2 3 4 إلى آخره، هاي بنسميها الأعداد الطبيعية برمز لها بالرمز الطار. هذا رمز محفوظ للأعداد الطبيعية، هو مجموعة غير منتهية من العناصر، الكسور مش داخلة، وبنحط 3 نقاط وبنسكر. شو يعني؟ يعني استمر على هذا النمط إلى ما لا نهاية. المليون عدد طبيعي؟ نعم. 100 مليون عدد طبيعي، كل هاي اسمها أعداد طبيعية. الصفر إحنا مصطلحنا مش عدد طبيعي. باختصار هاي الأعداد اللي إحنا بنعلمها للطلاب أول ابتدائي، أول ما يدخل الطلاب على المدارس بنعلمهم على الأعداد الطبيعية. الصفر حتى بتعلم متأخر شوي، عادة ما بعطوه بالبداية. شو طلع معاكم؟ بدنا نسمي مجموعة الحل ألف. ألف تساوي مجموعة، يعني أنا بدي مجموعة حل المعادلة شرط أن يكون الحل عدد طبيعي. ليش؟ يعني إيش مالهاش حل؟ المعادلة أول شيء، سؤال المعادلة إلى حل ولا ما لها حل؟ شو حلها؟ شو حلها؟ يعني إلها حل. لكن كمجموعة حسب الشرط اللي أنا طلبته ما في حل، بقول مجموعة خالية بعملها هيك. مجموعة بحطش ولا عنصر. ليش؟ لأن لو حلينا هاي على نفس الطريقة اللي سويناها قبل شوي، اطرحي 3 من الطرفين، يعني نظير جمع للثلاث بالأول. شو لما تطرحي 3 من الطرفين شو بتصير؟ بصير سالب 4 سين يساوي 6. قسمي على سالب 4 على الطرفين، سين تساوي سالب 6 على 4. السالب حطيه في البسط أو في المقام ما بفرق، خليها 6 على 4. خلاص بديش اختصرها، بقدر اختصرها بس خليها هيك. هل هذا 6 على 4 سالب 6 على 4 عدد طبيعي؟ لا. إذا شو لازم أكتب في مجموعة الحل؟ 5. ميزته الآن بين فكرة إنه أنا حل المعادلة، هيك حل المعادلة واسكت، وبين ما أقول جد مجموعة حل المعادلة. المجموعة عادة لازم يكون لك هو عليها شرط إنه بدك الجواب حل المعادلة يطلع ينتمي لأي مجموعة من مجموعات الأعداد، بحط لك شرط عليه. إذا حط شرط بدك تشوف الجواب اللي طلعته موجود ضمن هذا الشرط ولا مش موجود. موجود بحطه، مش موجود بتكتبه. طيب ايش هن مجموعات الاعداد؟ ما دام صرنا حاكين عن مجموعات الاعداد، حكينا الاعداد الطبيعيه ياتي. شو هي الاعداد الصحيحه؟ معطوها الرمز الصاد هيك. شو هي الاعداد الصحيحه؟ احكي. حلو. والصفر؟ والصفر معها. والصفر معها. الاعداد الصحيحه بدي يعني نحكي هيك، صفر زائد او ناقص 1 زائد او ناقص 2 زائد او ناقص 3. في ناس بيكتبوا السالب لحال الموجب لحال، بصير يعني هاي طريقه كتابه. كلمه عدد صحيح عكس كلمه كسر. يعني ايش النقيض؟ ايش نقيض الصحيح؟ كسر. الخمسة عدد صحيح، السالب 6 عدد صحيح، الصفر عدد صحيح، لكن النص ليس عددا صحيحا. نحكي بنسميه، إذا في عندي مجموعة اسمها مجموعة الأعداد النسبية. على فكرة ترى هذول هن وحداتنا. في عندنا وحدة اسمها الأعداد الطبيعية، وحدة كاملة بندرسها، وحدة كاملة اسمها الأعداد النسبية، ووحدة اسمها الأعداد الصحيحة، وفي إشي عن الأعداد الحقيقية شوي. إذا مجموعات الأعداد ضروري نعرفها، وهي كلها مجموعات غير منتهية. مجموعات إيش؟ غير منتهية، يعني فيها عدد لا نهائي من العناصر، عدد لا نهائي من العناصر. كل شوي بنعطي معلومة إضافية. نحل الباب.
اللي تركناه. يلا هلا نشوف مين اللي سين تربيع ناقص 2 سين ناقص 24 يساوي صفر، وبدي الجواب شرط شرط الحل عدد طبيعي. شرط الحل شو يكون؟ عدد طبيعي. كيف نحل المعادلات التربيعية؟ أيوة نحل. يعني المعادلات التربيعية مش زي قبل شوي عقولة مريم بننقل، ما بننقل هنا، هنا ما في نقل، هنا في إشي اسمه تحليل. إذا هنا بدنا بس هاي اليوم بنحكيه بسرعة، بعدين رح نأخذه محاضرة لحاله هذا اللي هو كيف نحلل. بس هيك تذكير سريع، كنا نعمل قوسين، خلينا نكتب هون قوسين هيك دقيقة. بسأل حالي الحد الأول سين تربيع، سين تربيع بتيجي من الرياضيات من ضرب سين في سين، إذا بحط سين هون وسين هون أساس إنه ما بضرب سين في سين، سين تربيع. بعدين بطلع على الحد الأخير انسى السالب شوي مؤقتا 24، يا بتيجي من 6 في 4 12 في 2 3 في 8 لحظة. إذا عندي أكثر من إجابة، إذا هذول اسمين إيش طيب اللي حكيناه قبل شوي؟ نعيد 3 في 8 24 استعرض بسك بس أعرضني بعقلي 4 ب 6 2 ب 12 24 في 1 هذول هن الاعداد اسم ايش ايوه العوامل قواسم كلمه عوامل كلمه قواسم تعطي نفس المعنى اذا ايش عوامل ال24 3 و8 4 و6 2 12 24 1 ايوه استاذ 24 في 0 0 انا بدي عددين لما تضربهم ببعض يطلع 24 هاي معنى العوامل معنى العوامل يعني بدي عددين أضربهم في بعض أعداد طبيعية طبعاً نتكلم عن الأعداد الطبيعية العوامل دائماً تيجي بسياق الأعداد الطبيعية مش بسياق أي عدد ثاني إذا بقول أعطيني عددين لما تضربهم في بعض يطلع 24 شو هم هذول الأعداد؟ هاي اللي كتبتهم اللي حكيناهم الآن بدي أختار منهم بدي أختار منهم عددين الفرق بينهم اثنين بالضبط شمعنا اخترت الفرق اثنين؟ لأنه الوسطاني اثنين بس خلي الإشارة خلي الإشارة شوي بعيد يعني قاعد بدور على عددين ضربهم 24 أنا نسيت الإشارة شوي والفرق بينهم اثنين أو مجموعهم اثنين يا الفرق بينهم اثنين يا مجموعهم اثنين أنا هنا طبعا واضح أنه راح أختار مين من هذول ليش 4 و 6 إيش معنى لأنه الفرق بينهم اثنين هاي حطيت 4 و 6 إذا أول شغلة جيت اطلعت على الحد الأول سين تربيع قلت سين تربيع بتيجي من إيش في إيش سين في سين بعدين طلعت على 24 أوف لقيتها صعبة شوي 24 24 إلى عوامل كثير مين منهن أختار مش عارف عيني على الوسطاني الوسطاني هو اللي بيقول لي مين أختار بجمع الأربعة مع ستة عشرة الستة مع الأربعة جيب الفرق بينهم طلع اثنين معناته هاي كويسة طب ليش ما اخترت ثلاث ثمانية لأنه مجموع الثلاث والثمانية 11 والفرق بينهم خمسة هسا لو الوسطاني خمسة كان اخترت ثلاث ثمانية لو الوسطاني خمسة كان اخترت ثلاث ثمانية فهمتوا كيف بختار يلا هسا من الإشارات عيني على الحد الأخير إشارته موجب ولا سالبة إذا لازم إشارات في الأقواس مختلفة يعني القاعدة هيك بتقول إذا إشارة الأخير سالبة إذا الإشارات في الأقواس يجب أن تكون مختلفة طب أحط سالب موجب معناته هيك لازم وإذا الأخير موجب متشابهة إشارات تكون متشابهة وتتبع الحد الأوسط إذا هنا أنا راح أحط سالب 6 زائد 4 طب لو واحد عكس الإشارة لا مش نفس الشيء مش نفس الشيء لحظة مش هيك أنا هاي الطريقة للأكبر والأصغر ترى مخادعة هاي مخادعة
حتى الطرق اللي بيعلموها في المدارس مرات بتورط الطلاب، دائما هم بيعلموا الطريقه اللي بيعلموها في المدارس، مفترضين انه معامل سين تربيع دائما واحد تصبر على الاكبر وعلى الاصغر، لكن افرض غيرت لك السين تربيع خليتها اثنين سين تربيع، طريقتكم بتزبطش. انا بعد ما اوزع اول شيء بس اللي انا متاكد منه انه لانه الاخير اشارته سالبه، اذا اشارات بين الاقواس يجب ان تكون مختلفه، هاي متاكد منها. الان افرض اني انا غلطت في وضع الاشارات او مش عارف كيف بدي احط الاشارات، بحطها عشوائي بالاول، حط زي ما بدك، بعدين بدنا نعمل عمليه تاكد. اذا من التاكد طلع غلط شو بتسوي؟ بتغير الاشارات. بس كيف بدنا نتاكد؟ طلعوا الطريقه كيف. بضرب الوسطين، اسمعوا المصطلح، بضرب الوسطين يعني القراب، بضربهم في بعض، وبضرب الطرفين يعني الابعاد، بضربهم في بعض وبجمع الاجابات. يلا، أربعة في سين، أربعة سين، سين في سالب ستة، سالب ستة سين، اجمع سالب ستة سين زائد أربعة سين، يعني هذا زي كنا سالب ستة دينار زائد أربعة دينار، الجواب سالب اثنين دينار. هل هذا هو الحد الأوسط؟ نعم. إذا تحليل صح. ما هو هي اصلا هي لازم تجمعيهم مع السينات، بس انا بقول يعني كانك مش شايف السينات تجمعي اعداد. ما هو هذا هو الدخل بين الجبر والاعداد، احنا بنجمع مقادير جبريه صراحه او حدود جبريه، لكن تعاملنا في جمع وطرح الحدود الجبريه يشبه جمع وطرح الاعداد العاديه الصحيحه او الطبيعيه تماما. طيب اذا انا تاكدت الان انه تحليلي صحيح. هاي الطريقة اللي احنا بنتبعها دوما للتأكد من انه تحليل العبارة التربيعية صح بشكل عام. طيب الان لسه ما خلصت، انا ما طلعت الاصفار، بقول بما انه حللت الى قوسين فبقول اما القوس الاول يساوي صفر او سين ناقص ستة يساوي صفر، اذا سين تساوي سالب اربعة او سين تساوي ستة. أنا الآن كحل معادلات خلصت، لساتني ما جاوبت على الفقرة بقى. أنا قلت شرط يكون الجواب شو عدد إيش نوعه؟ طبيعي. إذا مجموعة الحل شو راح أكتبها هون؟ مجموعة ستة فقط، ما بصير أكتب ستة وسالب أربعة. طب متى بكتب ستة وسالب أربعة؟ لو قلت شرط أن الناتج أو الحل عدد صحيح أو ما اشترطت. لو ما اشترطت بحط ستة وسالب أربعة، اشترطت انتبه الشرط اللي حطيته. صعب هذا الحكي؟ مع الممارسة بصير سهل. أيوة، ستة وأربعة لا لا ما بفرق، المهم تمشي على هاي الطريقة. سؤال سريع، حلوا لي هاي المعادلة، ما بدي تطلعوا لي مجموعة حل هاي المعادلة في الأعداد الصحيحة، مجموعة التعويض الأعداد الصحيحة، يعني بدي الجواب عدد صحيح. يلا حلوها، ما حدا يحكي، كل واحد يحل حاله. بعد شو بصير أعمل مسابقات بيني وبينكم، مش مين بيحل أسرع، اللي بيحل أسرع مني بعطي علامة كاملة. بس مش على هذول، يعني لما نصل عند الصعب، لما نصل عندي شيء صعب اللي بيحلوا اسرع مني بعطيه علامه كامله. خلصتي؟ ممتاز. خلصتي؟ ممتاز. مين كمان؟ هاي استاذي وانا خلص. هسه الصبايا اللي قالوا لي من الصبح بيقولوا لي احنا ناسين الرياضيات، ما درسناش رياضيات في التوجيهي، وصلنا 10 سنين تركيز رياضيات. يا سيدي اذا ما اشتغلت زي هيك حبه حبه ما راح تمشي الامور. ديروا بالكم، أنا مساعدة بساعد في حالي وحدي، إذا الطالب هو اللي قدم جهد بالأول. أما تجي بالامتحانك بسم الله ما شاء الله لقي ورق فاضي، اصفاره على طول، مشي اصفاره ورصب. في ناس عادوا المادة ثلاث مرات عادي جدا، إن شاء الله يعيد خمسة، شوف جيب لي ورقة فاضية قال وساعدني، وأنا جايب له في الامتحان النهائي رتب أعداد، رتب ومعاه آلي حاسبة وترك لي غلط. والله لو هذا بتعمل، لو بدي ينجح بدي ارسمه انا لانه جلطني صراحه، مش لهالدرجه يعني.
امتحانات بتيجي على مستوى الشرح بنفس الوقت على مستوى اوراق العمل والفيديوهات اللي بنحطها، زائد بده ممارسه 30 علامه من 50 علامه بجين مباشرات، الطالب اللي دارس ومتابع باخذ 30 كاملات، بنحط كم من سؤال يعني تمييز، لازم يكون في اسئله تمييز. في المقابل في طلاب ما شاء الله علامات كامله فل يعني، والله في منهم ما كانوا يعني كثير شاطرين في الرياضيات بس بيتابعوا وبيجتهدوا يسكروا العلامه عادي. يلا انا هسه بسرعه بدي اسويها هاي بدون ما اشرح. ثلاث اثنين ناقص زائد، اذا سين زائد اثنين تساوي صفر، سين ناقص ثلاث تساوي صفر، اذا سين تساوي سالب اثنين، سين تساوي ثلاث. اذا مجموعه الحل في هاي الحاله راح تكون سالب اثنين وثلاث. انتبهوا للكلام عاد هالسيات، لما اجي اقول لك في الامتحان اكتب لي مجموعه الحل، واحد كتب لي بدل سالب اثنين حط اثنين، غلط، فيش نص حل يعني، ما هي بس الاشاره ناقصه، غلط غلط. ولا ربع علامه يا صح يا غلط، ما في تعب، تعب يحل اللي صح. انتقل على نقطه ثانيه، فكره ثانيه، طلعوا المصطلح تفضلي. لانه كنت حاط شرط انه بدي الجواب عدد طبيعي، كنت شارط انه الجواب عدد طبيعي. الاعداد الطبيعيه 1 2 3، انت ما كنت معانا من الاول، حكينا شو من الاعداد الطبيعيه، الاعداد الطبيعيه 1 2 3 4 الى اخره، فما في سوالب، سوالب ما بنحطها. مين بيعرف يقرا لي هاي؟ هسيت احنا كتبنا هون مجموعه الاعداد الزوجيه، مين يتذكر شو كتبنا؟ صفر اثنين اربعه ثمانيه. ليش وقفت عند 14؟ لاني انا شارط انه اقل من 15. ممتاز، طلع بدي اكتب هالكلام هذا، خلينا نسمي هاي المجموعه مجموعه سين. هاي المجموعة شو بدنا نسميها؟ مجموعة سين. كويس؟ الآن أنا بدي إيش أسوي؟ بدي أكتب مصطلح، تحكوا لي شو هذا المصطلح؟ اثنين اثنين تنتمي إلى سين. ممتاز. أو نحكيها بلغة أحسن من هيك، هو صح كلامكم طبعًا، ينتمي أو تنتمي، أنا بقول اثنين معناها ان عنصر من عناصر المجموعه سين، هاي معناها تنتمي. اثنين عنصر من عناصر المجموعه سين. عمليه الانتماء او علامه الانتماء، والمقابل في علامه هاي ايش اسمها؟ لا تنتمي. طيب لو كتبت هيك خمسه وسين شو احط؟ لا تنتمي. لا تنتمي ليش؟ لانه مش عنصر من العناصر. شوف العلاقة بين العنصر والمجموعة دائما انتماء أو عدم انتماء. العنصر مع المجموعة شو بنحكي عنه؟ ينتمي يا أما لا ينتمي. حلو الكلام؟ سهل، هذا كلام بسيط. الآن نيجي على رمز مشابه للانتماء. لو جيت حطيت مجموعة اسمها صاد، شايفين سين؟ هيا سين شايفينها؟ حطيت مجموعة زي هاي، مين يعطيني شو الصفة المميزة لصاد؟ لحظة شوي، خلينا نفهم السؤال، معلش نفهم السؤال. السؤال بيقول أعطيني شو الصفة المميزة للمجموعة صاد، يعني عناصر صاد هذول لو بدك توصفهم بالعربي شو بتقول لي عنهم؟ تفضلي. أعداد زوجية. أصغر أو تساوي ستة، برافو عليك، كلامك مش صح طبعا. أيوة احكي وصف ثاني غيرها. الاعداد الزوجيه الاقل من سبعه، برافو عليك. غيره؟ لا قبل ما تربطيها هسه، لاحظوا انه انا الصفه المميزه بقدر احكي اكثر من صفه مميزه لمين؟ للمجموعه. اكثر من وصف مثلا، اكبر من صفر واقل من سبعه، صح؟ اقل من كذا، اكبر من كذا، يعني بقدر اوصف بعده طرق. ليش كلامي غلط طيب انت؟ لان لما تقولي الاعداد الزوجيه، طب 2 4 6 8 10 12 14 كلها اعداد زوجيه، وينن؟
يعني انت هاي اهم ميزه للمجموعه، انه يجب ان يكون او تكون عناصر المجموعه محدده تحديدا تاما، والصفه اللي بتميزيها بتحكيها، الصفه اللي بتحكيها لازم تنطبق على جميع عناصر المجموعه. لو اجى في عنصر منطبق عليه الشرط وما نحط، معناته وصفك مش صحيح. ايوه، ايش كنت بدك تحكي لي انت؟ انه هي مجموعه جزء بمجموعه س. حلو، مش جزء، بحكوا جزء، بحكوا جزئيه من، او بقولوا انه س تحوي ص، او بقولوا انه س تحوي ص، صح كلامك صح، بس مش جزء، ما حاب اقول جزء، بنقول مجموعه ص، ما بنقول تنتمي الى س، بنقول جزئيه. طلعوا الرمز كيف؟ لانه كل عنصر في س في زيه بص، عفوا كل عنصر في صاد في زيه بسين، يعني مجموعة سين صاد، عفوا مجموعة صاد كلياتها موجودة جوا داخل سين. زي انتو شعبة، انتو كمجموعة من الطلاب شعبة رياضيات واحد تاع يوم الجمعة، حلو الكلام، انتو مجموعة، مش مجموعة انتو ولا مش مجموعة؟ مجموعة. طيب الشعبة اللي جنبنا هون اللي قاعدين بأخذوا مادة ثانية، هذول مجموعة ولا مش مجموعة؟ بس انتو هم واللي بعديهم كلكم مجموعة جزئية من طلاب التربية، وطلاب التربية كلهم مجموعة جزئية من طلاب فرع الأردن، وطلاب فرع الأردن كلهم مجموعة جزئية من طلاب الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي، صح كلامي؟ طب إيش بدنا نحكي عن كلية التربية بالنسبة لكم؟ طلاب كلية التربية بالنسبة لكم شو بنقول عن كلية التربية؟ نسموها مجموعة شاملة، نقول مجموعة تحويكم، ما بنقول تنتمي. إذا ربطنا مجموعة مع مجموعة بنقول احتواء أو عدم احتواء، عنصر مع مجموعة انتماء أو عدم انتماء، تمام الكلام؟ طيب بناء على هذا سؤال، خلينا نشوف اللي فهم، إذا حدا فهم اللي بحكيه بيقدر يجاوبني على هذا السؤال. شو الرمز المناسب احط؟ ينتمي ولا احط لا ينتمي ولا احط احتواء ولا عدم احتواء؟ احتواء. آه. ثلاث احتواء، ممتاز. طب لو حطيت هيك لا ينتمي، اذا حطيت لا يحتوي بحط لك غلط. ليش؟ لاني حطيت اثنين بدون قوس مجموعه، معناته هذا عنصر صار، العنصر مع المجموعه بحط انتماء وعدم انتماء، المجموعه مع المجموعه بحط احتواء او عدم احتواء، انتهت القصه. نكمل شو هذا؟ هذا سؤال مبين وعر. ألف مجموعة من 1 2 3 4 5 6، باء 2 4 6 8 10، جيم 3 6 9 12. بده ياني أمثل هذول المجموعات الثلاث مع بعض بشكل بسموه أشكال فن. أشكال فن هي عبارة عن أشياء يعني هيك زي دوائر أو أشكال، بدي أشوف هي متداخلة مش متداخلة. بالأول قبل ما أمثل بأشكال فن لازم بالأول أطلع إشي بسموه تقاطع المجموعات، يعني أعطوني مجموعة ألف تقاطع، طلع الرمز، المجموعة باء. إيش يعني تقاطع؟ المشترك. هذا الرمز شو هو هذا الرمز؟ تقاطع. إيش يعني تقاطع؟ يعني العناصر المكررة بين مين ومين؟ يلا احكي. اثنين أربعة ستة، في غيرهم؟ ممتاز. أعطيني شو التقاطع بين ألف وجيم؟ ممتاز. أعطيني شو التقاطع بين باء وجيم؟ بس في شيء ثاني متقاطع؟ لا. طيب أعطيني شو تقاطع ألف مع باء مع جيم؟ شوف قبل ما اسوي ولا شيء بتمثيل اشكال فن عملت الحسابات هذول، وهي اول عمليه من عمليات المجموعات اللي هي التقاطع والاتحاد. احنا اخذنا التقاطع هسه، شو التقاطع؟ المشترك.
انا بقدر اجيب مشترك بين المجموعه الاولى والثانيه مثلا، الثانيه والثالثه، الاولى والثالثه، بقدر اجيب تقاطع المشترك بين كلهن. ما دام في تقاطع مشترك اذا لازم لما ارسم اجيب المجموعه الاولى مثلا بدي اعطيها باللون الاسود، ركزوا معي، المجموعه الثانيه بدي اعطيها باللون الاحمر، المجموعه الثالثه بدي اعطيها باللون الازرق، يعني كل مجموعه اعطيتها لون. هاي اول شغله. طبعا مش لازم تلونوش في الامتحان طبعا يعني، بس انا الي هذا بلون. هاي بنعتبرها الف، بحط اسمها الف، السوداء الف والحمراء باء والزرقاء جيم. شايفين هاي المنطقه اللي بالنص اللي فيها ثلاث الوان؟ هاي تقاطع المشترك للثلاث مجموعات. شو اكتب؟ ستة. هون بكتب ستة. اذا طلعوا كيف بديت كيف التمثيل، اول شيء سويته ايش عملت؟ جبت التقاطع المشترك بينهم كلهم. طب لو ما في تقاطع مشترك ما بخليني اتداخلن، ببعدهن. هاي مهمة، هاي منفصلات. برافو عليك. طيب بعدين باجي على مين؟ الف وباء. لد علي، لد علي. هاي الف دائرة السوداء وباء دائرة ايش؟ وين المشترك؟ يعني الاسود مع الاحمر مع بعض هذول. شو لازم الاقي؟ الف مع باء لازم الاقي 2 4 6. ستة كتبتها. اثنين اربعة. اثنين واربعة. لدعونا كيف؟ في المنطقة هاي السوداء والحمراء شو صار موجود؟ 2 4 6. مظبوط. شغلي صح هيك. يلا كملي. اعطيني باء مع جيم. او عفوا الف مع جيم. اسف. الف مع جيم. شو ظل؟ ظل ثلاث ما كتبتوش. بكتب ثلاث. طب باء مع جيم. ما في غير ستة خلاص، إذا هون ما بكتب إشي في المنطقة هاي، ما راح أكتب إشي. الآن كملوا لي. ألف إيش ظل ما انكتب؟ الواحد والخمسة. هسا طلعوا دائرة السوداء موجود جوا كل العناصر دي ياهن، 1 2 3 4 5 6. يلا باء شو ظل ما انكتب إيش؟ 8 و10. جيم شو ظل ما انكتب إيش؟ هذا اسمه تمثيل بأشكال فيلم. أنا هيك مثلت المجموعات الثلاث بأشكال فيلم كاملة. طبعاً هذا راح نمر عليه، ممكن يجي السؤال بالعكس كيف؟ يعني أنا أجيب لكم تمثيل بأشكال فيلم وأنت تطلعي الأشياء اللي بدي إياها منها. طيب نيجي على الحكي اللي بيزعل هالسايات. اكتب عناصر المجموعات الآتية بذكر العناصر. شو هذا؟ هون بلش النكد عاد. هاي لغة الرياضيات، هيك الرياضيات بكتبوا. طلع عليها كيف بقرأها؟ سريعا كيف بقرأها؟ بقول مجموعة التي عناصرها أعداد طبيعية. طلع شوف هي مكتوبة هيك، سين ينتمي لطاء. أنا شو بدي أقرأ سين ينتمي لطاء؟ بقول أعطيني العناصر، أعطيني الأعداد الطبيعية اللي بتحقق. شايفين هاي العلامة الخط هذا؟ أو مرات بحطوا نقطتين هيك فوق بعض، هاي شرط. بحيث. ايش يعني بحيث؟ يعني شرط التي تحقق الشرط التالي. شو الشرط التالي؟ ان العدد الطبيعي هذا يجب ان يكون بين 2 و7، لا يساوي 2 لكن ممكن يساوي 7. شو اكتب؟ يلا سريع. 2 اكتبها؟ لا ما في يساوي. 3 4 5 6 7. لا وليش 7؟ لانه في يساوي. خلصنا. هاي اسمها صفة مميزة. هيك بالامتحان بجيب. بجيب لك اياها مكتوبة بالصيغة هاي وبقول لك اعطيني عناصر. اعطيني العناصر. يلا الثانية. بدي عدد طبيعي يكون حلا لهذه المعادلة. عدد طبيعي حلا لهذه المعادلة. بروح بحل المعادلة. هيك. س ناقص 3 تساوي 0، س تساوي او زائد 3 تساوي 0، س تساوي 3، س تساوي سالب 3. شو اكتب؟ 3 وسالب 3 اللي طلعوا معي. شو اكتب؟ 3 بس 3. طيب هاي شو اكتب؟ جيم شو اكتب؟ نفس المعادله ما هي بس لازم اكتب سالب 3 3.
لأنه أعداد الصحيحة فيها السالب ثلاث. اللي بعديها دال، يلا لحالكم دال. يعني كنت تحلوا هاي المعادلة وتقولوا لي شو الجواب. إذا بدي الأعداد الطبيعية معناته بتاخذ السوالب، وإذا أعداد صحيحة بتاخذ. يلا خلينا نحلها مع بعض. يلا نقليني. يلا احكي. فتحت قوسين. موجب سالب. موجب سالب. أربعة في واحد. لا سالب أربعة. أعكس. طبعا. لأنه هون لو جربتي لو جربتي راح تلاقي إنه هاي لازم تكون سالب وهاي موجب. لذلك الإشارات خليها آخر شيء تسويها. يلا إما سين ناقص أربعة تساوي صفر أو سين زائد واحد تساوي صفر. إذا سين تساوي أربعة، سين تساوي سالب واحد. إذا شو أكتب؟ بس أربعة. ليش؟ لأنه بس طبيعي. طب الأخيرة أربعة وسالب واحد، معنا نفس المعادلة يعني، بس هون حطيت اللي هي الموجب لحاله، هون حطيت السالب لحاله. صعب هذا الكلام؟ لا مجموعة القوة ما بدي اياها السعيات. بدي سؤال الخامس. صح خطأ؟ يلا سريع، لسه معانا 10 دقائق. مش فاهم ليش عاملين فوضى. الأولى غلط. ايوه برافو عليك. مجموعة مع مجموعة، مجموعة الأعداد صحيحة، مجموعة الأعداد الطبيعية. شو لازم نحط؟ احتواء. حتى تصير صح لازم احتواء. إذا هاي غلط. هاي صح؟ صح. طب لو حطيت صاد محتوى في سين، عفوا صاد محتوى في طاء، ما هي مجموعة مع مجموعة احتواء؟ غلط. هي صاد اللي بتحتوي طاء، مش طاء اللي بتحتوي صاد. إذا هاي لازم شو أحط؟ لو بدي أمثلهم بشكل فن، لو بدي أمثلهم بشكل فن، بحط طاء مجموعة وصاد حاويتها. هاي طاء وهي صاد. يعني كل عدد طبيعي هو عدد صحيح. هيك معنى، هيك تمثيلها بشكل فن. يلا هاي سوى خطأ لأنه احسنت. إذا هاي خطأ، مش لأنه إنه الأعداد الزوجية ليست أعداد طبيعية، لأنه هاي مجموعة ومجموعة لازم ألاقي علامة احتواء، مش علامة الانتماء. طب هاي صعب؟ عناصر. هذا واجب ما تكتبوا. هاي الأسئلة وين موجودة؟ بعرف وين موجودة، موجودة على الموقع. يعني ما تسألوا هذا أسئلة زي هاي، تسألوا هذا موجود على الموقع. هذا واجب. أيوة وين؟ المنتدى. شوف طلعوا ما لما تيجي تحلوا على الهاب عشان بس ما ننظم الشغل. معلش هسه هون بدي أجي على المنتدى، شايفين هون على المنتدى. طلع راح أعمل أنا موضوع، هسه راح أعمل موضوع. بديش كل واحد يرسل لي لحاله. طولي بالك، هاي بدي أكتب، هاي بدي أكتب قدامك. هون حل سؤال الواجب لمحاضرة يوم الجمعة، التسليم هنا. كويس حلو الكلام. طلع عشان ما حد يشتوه، وين هو الواجب؟ هياته هاي بدي اخذ الصورة احط لكم اياها قدامكم. عشان ما حدش يقول لي وين السؤال وما لقيتوش ولقيته. هياته بدي احطه قدامكم هون. من وين احنا حطيناه على الديسكتوب؟ وين هو السؤال؟ بسم الله. هذا
ايوه نحط قدامكم شايفين. طلعوا هسه شو بتسووا انتو؟ ركزوا معي، تعملوا رد على هاي الرسالة. مش كل واحد يودي لي مسج لحاله، يعني بتفوتوا عند السؤال، عند السؤال بتلاقوا في كلمة رد، بصير رد 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 كلكم على نفس المكان، مش كل واحد في مكان. لسه ما خلصتش، لما خلص. طيب النقطة اللي وراها بدي اتعرف على ايش اسمه عمليات. على بالله لو سمعت سكر الباب، لسه ما خلصت المحاضرة يعني. انا مش فاهم، انتوا جايين قبل بثلث ساعة يعني؟ صلوا ثلث ساعة واقفين على الباب. هاي تاع 3 سين بدي شيء يعني. لا خليها خليها مش مشكلة. مين يكتب لي ألف ذكر عناصرها؟ واحد. ايوه واحد ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. ليش؟ لأنه حسب الوصف بده الأعداد الطبيعية اللي من واحد لسبعة بما فيهم الواحد والسبعة. طب مين يكتب لي باء؟ حيث سين عدد طبيعي، سين تساوي واحد. مع أنه هذا مش عاجبني المنظر كله. أقول لكم اشطبوا لي هاي. معلش معلش خليك معي خليك معي. أعطيني سين ينتمي لطابة ديش ياها، بدي أبدلها كويس. واثنين أقل من أو يساوي سين أقل من خمسة، شو تطلع سين؟ اثنين ثلاث أربعة بس. وجيم خليها اثنين أربعة ستة ثمانية. حلو الكلام؟ ممتاز. الآن بدي ياك تطلعوا لي ألف اتحاد بقى. شو يعني اتحاد؟ ضم العناصر مع بعض، والتكرار يكتب مرة واحدة. يلا ألف اتحاد باء تساوي مجموعة كله اتحاد. يعني أنا أحسن طريقة شو بسوي؟ ببدأ بالمجموعة ألف، شو فيها عناصر؟ بكتبهم كلهم. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. الآن باجي بتطلع على المجموعة باء، مين ظل من كتب شون؟ كله انكتب خلاص، إذا نسكر المجموعة. طب بقدر أكتب بدال هيك ألف اتحاد باء يساوي ألف وخلاص؟ شو رأيكم؟ لأنك لو كتبت العناصر راح تلاقي حالك كاتب عناصر ألف، إذا من حقي أكتب هيك. طيب ألف اتحاد جيم طلعوا كويس. إذا راح تكتب راح تكتب أول شيء اكتبوا ألف لأنها كبيرة، هي أكبر واحدة مظبوط. شو ظل من كتب إيش؟ ثمانية. إذا حط ثمانية خلصت المجموعة. أعطوني باء اتحاد جيم، بنكتب باء كلها. ابدأ باء كملة جيم. اثنين كتبتها، أربعة كتبتها، ظل ستة وثمانية ما كتبتهمش. فهمنا شو يعني اتحاد؟ يعني ضم ضم، بلاش يقول جمع لأنه جمع بتفكر يعني أنه بدي أجمع واحد زائد خمسة مثلا، لا ضم. أيوة ضم. طيب آخر نقطة، آخر نقطة بدي أتعرف على إيش اسمه فرق. شو اسمه؟ فرق. طرح، هو طرح بس مش طرح باللي بنعرفه، مش ستة ناقص خمسة يساوي واحد، لا. راح نقول مجموعة مثلا باء ناقص المجموعة جيم، هذا بسموه الفرق بين مجموعات. طلعوا تعريفه شو هو؟ العناصر التي تنتمي إلى باء ولا تنتمي إلى جيم. العناصر التي تنتمي إلى باء فقط شو أكتب؟ إلى باء فقط. يعني شوفي تمسك اثنين موجود بباء، موجود زيها بجيم؟ لا موجود ما بكتبه. ثلاث، إذا بكتب ثلاث. ليش؟ لأنه ثلاث موجودة في باء فقط، هاي معنى الفرق. اعكس جيم ناقص باء، العناصر التي في جيم فقط بجيم. اثنين موجود زي باء، أربعة موجود موجود، ستة والثمانية. فهمنا شو الفرق؟ نفس الكلام لو جيت وجربته مثلا باء ناقص ألف، طب طلعوا لي باء ناقص ألف شو بطلع؟
فاي، برافو عليك. تعرفي ليش؟ لأنه باء مجموعة جزئية من ألف. باء ناقص ألف بطلع فاي. طب طلعوا لي جيم ناقص ألف. جيم ناقص ألف. العناصر التي في جيم فقط. بس مجموعة ثمانية. بس مجموعة ثمانية. سؤال شطارة هالسعيات. سؤال مش على هذول يعني. على الفرق بس. آخر سؤال. مجموعة خمسة ناقص مجموعة ستة يساوي. أسئلتي في الامتحان ما في دوائر. بجيب لك كيك بقول لك فراغ عبي لي الفراغ. ورطة هون. هي اسمها مجموعة اسمها مجموعة خمسة ومجموعة ثانية اسمها مجموعة ستة. أنا بدي أجيب لي الفرق بينهم. يلا أنا بأخذ إجابات فاي. كلكم متفقين؟ ليش طب فاي؟ خمسة هيك اكتب. لا المجموعة خمسة. المجموعة خمسة. يا جماعة شو تعريف الفرق؟ العناصر اللي في المجموعة الأولى وليس مثلها في المجموعة الثانية. طبعا المجموعة الأولى فيها خمسة في زيه هناك. اكتبي مرة ثانية شو تعريف الفرق؟ العناصر اللي هون وما في زيهم هون. طب خمسة موجود هون في زيه هون. اكتبي. خلصت. هذا سؤال امتحانات. هيك تجاسة الامتحانات. بدا فهم. بدا فهم. في بصفنه. بدا صفني. ودير بالك يعني بخلي لك اياه السؤال يبين كأنه تافه. اذا ما فكر فيه كويس راح. ما إجابة بدك تكتبه جواب. هاي عليه علامة. علامة. بجيب لك عشرة زيه. هاي عشر علامات. مش ذكاء هذا. مش ذكاء يا جماعة. هذا مفاهيم أساسية. مفاهيم أساسية. أنا فاهم شو يعني فرق؟ إذا فاهم محل. مش فاهم محل. هذا خطيب صف سابع. وسادس. سادس وسابع كامل.